قبل ما اختم، عزاء واجب وتهنئة واجبة. العزاء للأخ العزيز وصديق محمد الفقي، مدير تحرير البرامج في شبكة صدى البلد وكاتب الصحفي في الأخبار، وفاة والدته امبارح، والعزاء كان اليوم. بعزي زميلنا العزيز محمد الفقي، وبعزي عائلة الفقي بالكامل في أبو النمرس، خالص عزاء ليهم، رحم الله الفقيدة. ويرجع لنا محمد إن شاء الله يا رب كده بكل خير، ودايما يا رب نشوفه على خير. ويعني عزائنا ليه للعيلة بالكامل، وربنا يرحم والدته رحمها الله. ومرة تانية بعز محمد وبعز كل عائلة الفقي في مركز أبو النمرس في محافظة الجيزة.